شعب مصر العظيم، أبنائي وبناتي من خريجي الكليات العسكرية، رجال جيش مصر الأبطال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبلغ سعادتي مداها ونحن نحتفل اليوم معا بتخريج جيل جديد من أبناء مصر الذين تعلموا في مدرسة العسكرية المصرية، تعلموا مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة، وأعادوا الله واهبين أنفسهم للوطن محافظين على أرضه ومقدرات شعبه.